بعد المريض بجيبه بيدفع قروشه يبيع الكرتونه بالشيء الفلاني، بعد ذاك يدوروا مننا حق الصابون للحمامات غسولين، يدوروا مننا الصابون لل الانبر جوا حق العياده يغسلوا ندفع. وفي النهايه ثاني المستشفى قاعده في حاله غرفه الولاده ظابطه اللي تبيع لها الصابون انت. اي حاجه بقت من شنو؟ من ان المريض من المواطن ده شفته انت، يعني تكون الخسران انت، بس اي حاجه تكون منك انت المواطن. ما عندك شيء جناك موت، ما عندك شيء، ما عندك اي حاجه. الظروف اللي احنا شغالين فيها في المستشفى هنا تكاد تكون ظروف بالغه التعقيد. مستشفى ابو جبيها فيها 5 اختصاصي اللي هم 2 نساء وتوليد و2 باطنيه و1 اطفال، ويمكن ما في اخصائي بتاع جراحه اللي هو جراحه ماسيه كان ذاته كمدير طبي. رقم السوق بتاع الدخل حق المستشفى اللي الناس بتتكلم ساكت وما عارفه، احنا كنا بنشتري الجالون بتاع الجاز ب 33 جنيه كان في القريب، ولما رفع الدعم الجاز قفز الجالون ل 155 جنيه. واحد يمكن في الاسبوع الواحد محتاجين لثلاثة أو 3.5 برميل ما تعادل 22,000 جنيه، دي مفترض ندفعها، أو 88,000 جنيه ندفعها كل شهر للجاز. يمكن يتم لنا شهر ويمكن ما يتم الشهر للظروف بتاعة الطوارئ، يمكن الناس يكون شديد كله شغال عمليات وكذا. شوف الظروف حق المستشفى دي كيف، سراير زي الناس ما في، المقاعد ما في، ولا شنو ثاني، ولا شنو ما عندنا كهرباء، وعندنا البواعيد والناموسيه زي الناس هنا. المستشفى هنا ها؟ شوف المستشفى ها؟ لا حمامات وسخانه، ولا شوارع شينه، شوارع شينه، ودارين يسلموا لنا الشوارع والمويه الثقيله في الكله. لا الولاده يومين الباب رايح حتى تخش، ما في عربات مواصلات، ما في حاجه عنبر كده من رقد فوق. انت ده حالتنا والله، حالتنا تعبان، الفيضان فوقنا، المويه دي لحد يسوق. بالاضافه العربات بتاعت الاسعافات كلها ساعه عطلانه، والعربات بتاعت الخدمات عندنا عدد 2 اسعاف متعطل، والعربات بتاعت الخدمات الصحيه بتاعت الخدمات اللي هو في المستشفى جوا برضو عطلانه. الامراض الهسي حاليا في الوقت الراهن في الخريف، طبعا الناس عارفه انه البلد ذاتها بلد بتاعت كوارث وامطار ومشكله بتاعت تلوث حق مياه، مشاكل كلها بتاعت نزلات وبتاعت اسهالات وبتاعت ديدان مستشري كده، لانه المويه ذاتها هسه في الوقت الراهن. وقعدنا مع الخدمات الصحيه وتكلمنا معاهم في انه المويه الامداد بتاعها بقى مباشر مثلا من مياه ابار سطحيه تكون طوالي في الكار، واضطرت تمر بمراحل معينه هم عارفينها، ولكن للظروف بتاعت الخريف وكده لسوء الحظ والله ما 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 قاعدين يعملوا فيها حاجه. المستشفى بجد كما ذكرنا مستشفى بتستخدم لود عالي جدا من المرضى، بالذات منطقه حدوديه فيها لاجئين، وبخصوص اللاجئين احنا قعدنا مع المنظمات هنا جمعناه في يوم من الايام، شرحنا له ان المنظمات دي قاعده في ابو جبيها ما عندها اي دور فعال غدا عدا هي بتقوم تاخذ كوميشنات وتاخذ دولارات على حساب المواطن البسيط ده هنا. قاموا بعد ذاك مشينا عملنا زياره ميدانيه للعمليه، ومشينا عملنا زياره ميدانيه قسم النسوه والتوليد مع المنظمات ومع المانحين، ولحسن الحظ كانوا في جنوبيين 2 جنوبيه وضعوا بعمليه قيصريه، وقلنا لهم ده من ضمن الحياه الموارد حقتنا اللي احنا مفترض نديها لجماهير شعبنا بيجينا نديها للاجئين، وانتم كمفوضيه ساميه لشؤون اللاجئين وكمعتمديه وكمنظمات عالميه قاعدين هنا ما قدمتوا حاجه على الحياه دي كلها خصما على حساب المواطن اللي بيدفع ضرائب، ونهايه المطاف دولته هسه فقيره جدا وما عندها حاجه. الحكومه الجديده طلبتنا لها في الشوارع صلح لنا الموقف بتاع الشوارع، ما عندنا حاجات نواصل بها، اذا قال يا ذات دو ذات فك ما في، اذا قال دو ما فك كل سنه ما في، مره توضع زي دو ما في. انا ارسل رساله اخيره لكل جماهير السودان وجنوب كردفان بصفه خاصه وابو جبيه على وجه الخصوص، ان ياتوا ويساعدوا في بناء الوطن، وكلمه نبنيه اللي بنكتبها في الواتسابات دي ما حتبني دوله، الدولة بتبنى بسواعد أبنائها وبالإرادة الحقيقية وبالإيمان الحقيقي بالتغيير وبالثورة.